بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادة المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم خالص الدعوات والأعمال والطاعات في شهره الكريم، شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا بكم سادة المشاهدين إلى هذه الحلقة من برنامج الإمامة وليلة القدر، والتي نستعرض فيها الحديث أو ونبسط فيها الحديث عن هذين الموضوعين المهمين المفصليين في حياة الإنسان المؤمن. وكما تعودنا وكما أسلفنا سابقا، سيكون معنا للحديث عن هذين الموضوعين المهمين شخصية دينية علمية وباحث إسلامي مرموق وأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، إنه سماحة الشيخ قميت الأسدي. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وتقبل الله طاعاتكم وأعمالكم في هذا الشهر الكريم. إن شاء الله جميع الأخوة والأخوات المشاهدين. سماحة الشيخ، كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة وشرعنا في الحديث عن هذين الموضوعين المهمين، الإمامة وليلة القدر، وقلنا أن البداية ستكون بشرح أمور تتعلق بليلة القدر، وبدأنا بالحديث حول السورة المسماة باسم هذه الليلة سورة القدر، وبسطنا الحديث في موضوع الكتاب الذي موضوع الكتاب المبين وعلاقته بالقرآن الكريم. وقبل أن نشرع في موضوعنا لهذا اليوم، نريد أن نسمع منك حديثا، باعتبار أنتم طلبتم من السادة المشاهدين أن يتواصلوا في حلقات هذا البرنامج، فنريد أن نسمع منك حديثا يرتبط بما تحدثنا به سابقا، يجمل لنا الحديث حتى نشرع في حديثنا لهذا اليوم. جيد، إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. ذكرنا أنه السورة الكريمة سورة القدر فيها أمران عظيمان، أمران عظيمان. يلاحظ أن الأمر الأول شرعت فيه السورة المباركة بدون مقدمات وبدون ممهدات، ولكن خصوص الأمر الثاني لا، لم تشرع به إلا بعد تلك الممهدات والموطئات. الأمر الأول كان يتعلق بإنزال الكتاب في ليلة القدر، وهي الآية الأولى: أن أنزلناه في ليلة القدر. بينما الأمر الآخر: وما أدراك ما ليلة القدر، ثم ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم قالت هذا الأمر العظيم الثاني: تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في ليلة القدر. الأمر الأول تلاحظون أنه الضمير كما هو في بدء السورة الكريمة والآية الأولى لم يشر إلى ما هو المراد منه، وإلى أي شيء يكون مرجع هذا الضمير: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمرتكز في الأذهان، بل ذكر ذلك جملة من المفسرين، أنه القرآن الكريم. ونحن حينما رجعنا إلى نفس القرآن الكريم، وهذا من باب تفسير الآية بالآية والقرآن يشد بعضه على بعض، وجدنا أن المنزل هو الكتاب المبين، واستعرضنا جملة من الآيات الكريمة التي تتحدث تارة جملة وأخرى تتحدث بالتفصيل عن أولا أن المنزل هو الكتاب المبين، ثانيا أنه هذا الكتاب المبين ما هي علاقته بالقرآن. إذن النقطة الأولى أن المنزل هو الكتاب المبين، ثم علاقة الكتاب المبين بالقرآن. أما الآيات التي تتحدث عن أن المنزل هو الكتاب المبين، بل ومن ضمن الآيات الكريمة هذه في نفس السياق تتحدث عن العلاقة بين الكتاب وبين القرآن. مثلا، وهي سورة لها ارتباطها الوثيق بسورة القدر وبمضمون سورة القدر، حاء ميم والكتاب المبين،
إذن تحدثت عن ماذا؟ عن الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، حددت وقت نزول الكتاب المبين أنه الليلة المباركة. إذا كان هذيك في لتصور أنه هي ليلة القدر فبها، ولكن من خلال ما يأتي فيها يفرق كل أمر حكيم. من قبيل الآية في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ماذا؟ من كل أمر، من كل أمر. إذن هنالك وجه ارتباط أو التقاء بين هذه الآية التي تتحدث عن فيها يفرق كل أمر الحكيم، تلك الليلة التي فيها يفرق كل أمر الحكيم، و ليلة القدر التي تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، من كل أمر. إذن هذه تبين أنه شاهد كما مضى في الحلقات الماضية على أنه المنزل هو الكتاب المبين. أما أن يكون القرآن هو الرتبة النازلة للكتاب المبين، فهي نفس هذه الآية الكريمة، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه، ضمير راجع للكتاب المبين، ما بها كافلام يعني، واضح. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، طبعا وفي آيات أخرى حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وهذا الذي تحدثنا به، أنه الكتاب المبين وصل إلى مرحلة القراءة المتعارفة. نعم، فأولا الشيء بعد الجعل غيره قبل الجعل، ولكن بملاحظة بملحوظة دقيقة مهمة، وهي أنه لا بمعنى المباينة. وهذا أيضا هو الموضوع المهم الذي أردت أن ندخل فيه مباشرة، يعني أو نعم، القضية المباينة والمغايرة التي أوردتموها في سابقا، يعني نحتاج منكم إلى بسط الحديث فيها سماحة الشيخ. ماشي إن شاء الله تعالى. طبعا يمكن أن نقدم شواهد عديدة من خلال الاطلاع ولو على هذا المستوى من المطروح الذي طرحناه، يعني من الآيات الكريمة. مثلا تلاحظون أن للكتاب المبين آيات كما مضى، مثل طاء سين ميم، لاحظ طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. فالكتاب المبين له آياته وهي طاء سين ميم. سبقت النظر حجينا العزيز أنه ما هي طاء سين ميم، نحن لا نريد أن ندخل في هذا، وليس من شأننا ربما أن ندخل في هذا. والملاحظ سماحة الشيخ أن معظم الآيات التي تحدثت عن الكتاب المبين التي أوردتموها قبلها تكون حروف متقطعة، وهذا أيضا لا أعتقد أن فيه سرا، يعني فيه أسرار، لكن يعني الإنسان يتحدث بما يظهر له، لأنه خارج دائرة الظهور والاستظهار قرآنيا. لا يجوز أن يقول الإنسان شيء عن القرآن الكريم، لأنه سيكون من التفسير بالرأي. أرجو الالتفات إذن إذا هذه النقطة، يعني لأن التفسير بالرأي من الممنوعات من المحرمات. الإنسان يتكلم وفق ما يظهر له، طبعا إذا كان شيء أقوى من الظهور والاستظهار، وهو تراكم الظهور إلى درجة نصل بها إلى الاطمئنان، بل ربما إلى اليقين، فهذا جيد جدا، يعني عالي العال. إذا وجدنا روايات معتمدة هذا بعد أحسن، يعني هنا استشهدنا لهذا المطلب بكلام المعصومين عليهم السلام. إضافة إلى ما بيناه أيضا وعدة مرات ذكرنا هذه النقطة، أنه الآية تفسر بالآية، القرآن يشهد بعضه على بعض، هذا كله من المقبول. أما إذا كانت القضية غيبية فبالحقيقة لا نستطيع أن نعطي فيها نظرا ولا رأيا، وإلا كان من التفسير بالرأي، وهو من الممنوعات والمحرمات. حديثنا إذن عن الفرق بين المغايرة والمباينة. فأول شيء على مستوى الآيات، طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. طبعا في سورة الدخان، في سورة الزخرف، ما قالت حاء ميم آيات الكتاب المبين، فقط قالت حاء ميم والكتاب المبين. أما هنا لا، اعتبرتها آيات الكتاب المبين. زين، مثلا طاء سين أيضا كانت آيات للكتاب المبين. هذه النقطة الأولى التي نعتبرها فارقا بين القرآن وبين الكتاب المبين. والنقطة الأخرى أيضا التي تكون شاهد على المباينة أو المغايرة، المباينة لا،
إلا إذا مقصودنا المباينة الجزئية، ولكن التعبير الدقيق العلمي هو المغايرة، يعني الاختلاف بالوجه. وأيضا ذكرنا في الحلقات الماضية أن القرآن الكريم هو الرتبة، هاي العبارات يا ريت نحفظها، النازلة للكتاب المبين. وصحيح مو تعبير قرآني، قد يكون تعبير يعني معرفي، أنه القرآن هو التجلي، وليكن التجلي الأعظم للكتاب المبين، لكن في الوجود التدويني. لماذا؟ لأن هناك قرآنية جعلناه قرآنا، وهناك أيضا كسوة أخرى وهي العربية. على أي حال، لماذا ذكرنا ذلك؟ حتى يعني نلفت انتباه الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة أنه هذه البحوث سلسلة مترابطة، فالذي يريد أن يفهم القضية على نحو الفهم الواقعي الحقيقي الجيد النافع على مستوى العقيدة، مو مجرد الإطلاع الثقافي. إطلاع ثقافي عادي، لكن تبقى في ذهن السامع الكريم أسئلة ونقاط غامضة. ولعل سماحة الشيخ، لعل الموضوع الذي أثرتموه يعني تسخر به آيات القرآن الكريم، فحري بنا الوقوف عنده، أنه أي نعم، أن يعني أنتم تذكرون هذا الكلام، وأنا أستدل على كلامكم أن موضوع ذكر الكتاب المبين أو الكتاب والقرآن نجده يعني في آيات كثيرة، حري بنا الوقوف أنه من المقصود بالكتاب، ما المقصود بالقرآن. أكيدا فهو موضوع ليس يعني عبثا البحث فيه، وإنما موضوع مهم يحتاج منا الوقوف، باعتبار أننا أمة القرآن، يعني يجب أن نعرف معالم القرآن. أيضا أنه هذا الذكر للكتاب المبين والقرآن جاء في مطلع سور عديدة، يعني أول ما تدخل في السورة الكريمة يثار في ذهنك هذه القضية، الحاميم والكتاب المبين. أو حتى سورة البقرة التي حينما تشرح ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يعني حتى فعلا نجد أن جملة من المفسرين يعني احتاروا، فلم حيث يعني لم يقف على موضوع البحث المتعلق بالكتاب المبين، يعني لم يستطع هو وغيره أن يعرف لماذا أن الآية أحيانا تشير للكتاب هكذا بكلمة واحدة الكتاب، معرفا بالألف واللام، وكأن الذهن يعهد الحديث عن الكتاب أو يوجد في ذهنه شيء عن الكتاب. لكن بما أن المفسر إذا لم يقف على هذه المفصلية المهمة والعلاقة شديدة الارتباط بين الكتاب المبين والقرآن، بل الكتاب المبين وسائر الكتب الإلهية، لذلك تجد أنهم أيضا نقطة مهمة أي بلا أشكال أي. فلذلك بعضهم يحتار يقول لماذا الضمير ذلك الكتاب، نحن نتحدث عن القرآن، اسم الإشارة اسم إشارة للبعيد. فيجد المطالع لهذه التفاسير أن هناك حيرة بالحقيقة عند المفسر. على أي حال استمر، نعم إذا عندكم شيء تفضلوا حجي. النقطة الثانية أنه الآيات التي تتحدث عن الكتاب المبين وما فيه، وأنه ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، زين ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، بل وكل شيء أحصيناه كتابة. وأنا سماحة الشيخ أيضا بودي أن عذرا للمقاطعة، حتى هنالك آية قرآنية تقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذن هذه الآية أيضا تلفت إلى أننا ممكن نكون نحن أيضا موجودون في الكتاب المبين، جميع ما في الكون هو مذكور في الكتاب المبين. الكتاب المبين أصبح تكوينيا جامع، نستطيع أن نقول جامع لكل العوالم والأكوان، ونحن كبشر بل ما قدره الله لنا من أرزاق ومن حياة موجودة في الكتاب المبين. مصيرنا أنا وأنت والإخوة السامعين مرتبط بالكتاب المبين. البعض قد يشكل علينا سماحة الشيخ هذه الأمور التي تتحدثون بها. أنت الآن تحاول أن تعطي فرقا
أن القرآن الكريم هو غير الكتاب المبين. فالبعض قد يلتبس عليه الأمر أن مثلا مسألة الأرزاق والأعمار والكذا موجودة في الكتاب، نقصد بالكتاب غير القرآن هذا الذي نعم. الآن يعني وجدانا إنصافا، هل ما من غائبة في السماء والأرض إلا في القرآن؟ القرآن نتكلم عن القرآن بظواهره، بهذه الكشوة التي نتعامل معها، نتعامل نحن ك يعني أهل اللغة، نتعامل مع اللغة الظاهرة عندنا، مع الآيات الظاهرة في المطالب. يعني رزقك جناب فلان زيد عمر، حياته رزقه موجود في القرآن؟ يعني بما هو زيد بما هو عمر، حياة زيد بما هو زيد موجودة في القرآن؟ ما من رطب ولا يابس، هذه الورقة من الشجرة الفلانية الموجودة في البقعة الفلانية في المتر الكذائي، الأرض البيضاء أو الأرض السمراء في الدولة الفلانية أو في المحافظة الفلانية هذه، أو في الجبل الفلاني الشجرة التي تسقى من النهر الفلاني أو من القناة الفلانية، هذه موجودة في القرآن؟ إذن هو مذكور على نحو الكليات والتفاصيل موجودة في الكتاب المبين، هل هذا الأمر صحيح؟ والله حجي أنتوا تخلون قد نستبق في بعض الأحيان بعض المباحث. نحن لا نعبر هذا التعبير، لكن أرجعكم وأرجع السامع الكريم إلى تعبير مهم، وهو أنه هذا القرآن ليس مباينا للكتاب المبين، هذا خلصنا من عته. نعم هو مغاير، ولكن ما معنى المغايرة؟ المغاير بهذا المعنى، بمعنى أن الكتاب المبين صحيح هو وجود تكويني وهو عالم أكبر يحيط بكل العوالم، لكن تجلى تدوينيا في القرآن، ولكن هذا التجلي ليس على نحو المجافات، بحيث أن الكتاب المبين قد تجافى عن تلك الرتبة العلية، وإنه في أم الكتاب لدينا محفوظ باقي لعلي حكيم، لكن تجليه في القرآن، ظهوره في القرآن، تنزيله في القرآن، مجعوله وجعله في القرآن. ومن هنا على مستوى الظاهر نحن قد لا نجد هذه الأمور إلا على نحو الكليات كما تفضلتم، ولكن باطن القرآن هو الكتاب المبين. سماحة الشيخ، أنت الآن أوضحت لنا الفكرة، جزاك الله خير الجزاء. لنقف عند هذا الأمر، نأخذ فاصل نعود بعده لإتمام الحلقة. سادة المشاهدين الأكارم، لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ها قد عدنا وإياكم سادة المشاهدين الأكارم، وباسمكم نجدد ترحيبنا بسماحة الشيخ كميت الأسدي، أهلا ومرحبا بكم. الله تعالى أهلا وسهلا. لا زال حديثنا مستمر عن موضوع الشرح المغاير التي تفضلتم بإيراد نقطتين من هذا الموضوع، نريد أن نسمع منك حديثا عن هذا الموضوع. نعم أحسنتم. حتى بالنسبة إلى ما ذكرناه في سورة يونس الآية 61، والتي كان قد جاء فيها وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، سولو خطاب من باب إياك أعني واسمع يا جارة، يعني شامل لكل من يطالع القرآن كذلك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، نفس القرآن بما هو متلو موجود في الكتاب المبين. وهذه آية حقيقة جوهرية ومفصلية في الحكم على ما نقول. مو صحيح؟ خوش. وعليه بينما أنا وأنت الآن في حال الآن لو تلونا القرآن الكريم في هذه الساعة أو بعد ساعتين أو بعد ثلاث ساعات، بما أنت فلان وبما أني فلان، في الليلة الفلانية، في النهار الكذا، في الساعة الكذائية، في السنة الكذائية، هذا موجود في القرآن؟ على مستوى الظاهر والآيات الظاهرة ليس موجودا، فهذا قضايا جزئية. إذا يوجد في القرآن حسب ما عبرتم أنه بنحو الكليات، وأيضا بينا هالقضية الكلية لأن فيها نوع من يعني لأهل العلم والمتخصصين في هذه المباحث يعرفون أنه هناك نوع
إشارة معينة في قضية الكليات. الكليات التي ذكرت إذن هي بمعنى أن القرآن هو تجليات الحقيقة العليا الوجودية العالم التكويني المسمى الكتاب المبين، هاي نحفظها نكررها حتى يستأنس بها المشاهد الكريم. فإذن نحن هذه الآية هسه، وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ثم ولا تعملون من عمل، يعني أي عمل على الإطلاق، وإن كان على مستوى شرب الماء مثلاً، ولو على مستوى شرب الماء، نطق الكلام، نطق الكلام، بل يعني هاي أعمال ظاهرية مو صحيح، حتى على مستوى الأعمال النفسية، بل ربما حتى على مستوى الأعمال العقلية. ولا تعملون من عمل على الإطلاق، أنا وأنت وكل البشرية كله، إلا كنا سبحان الله عليكم شهودا. وهذه الآن دخلنا إلى موضوع آخر، وهي موضوع الرقابة الإلهية على الـ على الـ على البشر. ندخل بها صراحة. نعم. عجلنا ولكن لا بأس، ونحن في شهر رمضان الكريم، وأيضا يعني يحتاج منا أن نراقب أنفسنا ونعمل حسابا للرقابة الإلهية التي يوجدها الله عز وجل. يشدد على أنفسنا بأننا في كل شيء مراقبون من قبل الله تعالى، ما من سكنة ولا حركة ولا لفظة، على مستوى ظواهر أعمالنا، على مستوى المراد بظواهر هذه الأعمال. مرات واحد قد يكون عمله ظاهرا جيد جدا، لكن ما هي نيته؟ وفي بعض الأحيان بالعكس، ربما ظاهر العمل ليس شيئا مقبولا. ولذلك ورد مثلا نية المرء خير من عمله في بعض الأحيان، يعني أنه لا يقدم على العمل أصلا ولكن نيته كانت جيدة وخير. بعض الأعمال قد تكون مشتبهة، قد تكون أفترض مثل أعمال الخضر عليه السلام، بحيث نبي مرسل ما استطاع لولا أنه الخضر عليه السلام نفسه أوضح لموسى عليه السلام ما المقصود بهذا العمل ولماذا فعل ذلك الشيء. هذه الأعمال سواء كانت الأعمال الجوارحية أو الأعمال الجوانحية أيضا يطلق عليها أعمال، في كل شيء هناك شاهد، وهذا الشاهد لا يغيب عنه شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا لاحظوا معي، هذه مرتبة من العلم الإلهي، أن الله تعالى في مقام ذاته محيط بنا وبأعمالنا، ومرتبة أيضا علمية هي أيضا لله، يسمى العلم الإلهي الفعلي في مقام الفعل. يعني أكو علم لله في مقام الذات، أكو علم لله في مقام الفعل. في مقام ذاته سواء كان موجود خلق أو ما موجود خلق، الله عالم بكل شيء في مقام ذاته، وحينما ينوجد الخلق الله تعالى عالم بالخلق في ذاته، بالخلق علما يليق بكماله وبكمال ذاته سبحانه وتعالى. والمسألة الأخرى، طبعاً هذا أيضاً في الشيء جديد إجانا من هذا البحث، بحمد الله البحث مليء بالتحف والجواهر النفيسة إن شاء الله. المهم نتابع يعني ونشد الانتباه لهذه المطالب، وهي المرحلة الأخرى من العلم الإلهي في مقام الفعل. ما المقصود بها سمعت؟ في مقام الفعل يعني العلم المساوق للفعل في مقام التحقق والظهور في الخارج. هل يوجد لوح أو كتاب يحصل الله تعالى فيه كما ذاته أحصت كل شيء وعلمت كل شيء؟ هل لله لوحان كتابان، أي تعبير آخر يرشد لهذه الحقيقة، أحصل الله فيه كل شيء؟ الجواب نعم، هو الكتاب المبين. ولذلك وكل شيء أحصيناه كتابا. أكو ذيك الآية وكل شيء أحصيناه في إمام المبين، جايين إن شاء الله تعالى. أي جايين في ذهنكم، أجدت ذيك الآية في سورة ياسين اللي تعنينا الآن. فعلا وكل شيء أحصيناه كتابا، هذا جملة تفصيلا، ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين.
وغيرها من الآيات التي سبق أن ذكرناها لا نريد أن نكرر ذكرها، تأخذ من وقتنا ومن وقت البرنامج ووقت المشاهد الكريم. فهنا إذن مع الحديث حول موضوع المغايرة، موضوع المغايرة، أحسنتم، جيد. فإذن هنا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، فالله هو الشاهد والكتاب المبين أيضا شاهد. يعني كما أنه في الله لله علم وعند الله علم يليق بذاته، ها، أيضا لله علم سطره وكتبه في لوح سماه الكتاب المبين أو سماه اللوح المحفوظ. نفس الحقيقة. قد ها تتعدد الوجوه، والحقيقة هذه لها وجوه. لماذا؟ لأن لها تنزلات ولها مراتب نازلة. والرجاء من المشاهد الكريم ألا ينسى أن هذه الحقيقة ثابتة في مرتبتها، لا تتجافى، ولكن لها مراتب نزولية. القرآن له تنزلات، نفس القرآن، يعني الكتاب المبين نزل وجعل فكان قرآنا، لكن هذا عبر مراحل. المرتبة العظمى الجامعة للكتاب المبين، التجلي الأعظم، هو القرآن. فلنعرف شدة المناسبة والعلاقة بين الكتاب المبين وبين القرآن. بمعنى سماحة الشيخ أن المصدر الذي يستقي منه المصدر الذي يستقي منه كل الأنبياء في طروحاتهم للناس، ما يريدون من الناس، هم يأخذونه من هذا الكتاب الذي تفضلتم عنه المسمى الكتاب المبين. فمرة ينزل على صيغة صحف موسى مثلا، أو مرة ينزل على أنه فرقان موسى عليه السلام، أو مثلا قرآن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هو يتجلى بتجليات عديدة، ولكن المصدر هو الكتاب المبين. هذا بهذا المستوى من الفهم، هل بشكل هذا المختصر جدا المقتضب، والا بحثه كشكل يعني مستوعب، نستوعب البحث مفصل في مباحث الكتاب المبين. ونحن لا نريد بالحقيقه ان يعني نتماشى ونساير كل مباحث الكتاب المبين ضمن هذه الحلقات المحدوده والمعدوده جدا، وان بمناسبه قوله تعالى ان انزلناه في ليله القدر، ولأجل التنبيه على أن المراد أن المنزل هو الكتاب المبين وليس القرآن. نعم، بعد النزول كان قرآنا، فلذلك يصح أن يقال أن المنزل هو القرآن، لأنه الكتاب المبين بعد الإنزال أصبح قرآنا، فيقال النازل هو القرآن. يعني هذا ليس مجانبا للحقيقة والصواب 100%. لا، لعل حتى لا يختلط الأمر على المشاهد الكريم، أنت تقصد أن صورة وتجلي من تجليات الكتاب المبين في أمة نبينا صلى الله عليه وآله كانت هي القرآن الكريم. هذا الأمر صحيح؟ جدا صحيح، ولكن أن التجلي الأعظم للكتاب المبين، أرجو الالتفات للكلمات، على نحو التدوين هو القرآن، وأما التجلي الأعظم للكتاب المبين على مستوى التكوين والتشخص والتعين هو ما قاله الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الذي سنأتي على الحديث عنه لاحقا إن شاء الله. فهنا تجليان للكتاب المبين، تجلي تدويني وتجلي شخصي تعييني تكويني، هو الإمام المبين. طبعا احنا ما تكلمنا عن أسماء الإمام، أشخاص الإمام، شخص الإمام، أصلا بحثنا قرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني هذا يصلح لجميع المذاهب الإسلامية، لا يقولون هذه قضية شيعية، هذا قرآن كريم بعد. زين، إذا أكو وجدان وأكو إنصاف، هذا بعد، هذا هو مفاد الآيات الكريمة. نستمر بالآية، ها؟ نستمر بالآية الكريمة. إذ تفيضون فيه، يعني في أعمالكم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كل الأراضين السبع والسماوات السبع، مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك، كله. الآية تشير إلى ماذا؟ إلى أنه في كتاب مبين. لاحظوا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
إنصافا ووجدانا. هذا يوجد على مستوى الآيات الظاهرة في القرآن؟ لا أكيدا بهذا النحو أكيدا لا يوجد. جزاكم الله الخير. زين. هذا أيضا شاهد أساسي ومهم لبيان الغيرية بين الكتاب المبين وبين القرآن. فحقيقة الكتاب موجودة في عالم أشرف وأعلى، أشرف وجودا يعني، ها، وأعلى، ونفس هذه الحقيقة موجودة في عالمنا بتعبير أهل المعرفة أو الحكمة يقولون بنحو الرقيقة، يعني الحقيقة في مكان أعلى وأتم، والمظاهر يسموها رقيقة تلك الحقائق، والرقيقة باطنها هي الحقيقة. هاي اصطلاحات معرفية يعني، هسه لا بأس في بعض الأحيان ننوع بالاصطلاح. لكن نحتاج منك سماحة الشيخ حتى يفهم، ولن يأخذ حجي بعدين يطول بينا، ولكن لابد من حديث بسيط يعني. هو هذا اصطلاح لأهل الحكمة المتعالية، يقولون أنه هذا العالم الوجودي هو عالم واحد متصل، أعلاه يسمى الحقيقة، وتشير له جملة من الآيات من قبيل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. طبعا وما ننزله، لحظة تنزيل التجلي، إلا بقدر معلوم. هذا التنزلات والمنزلات للحقائق ما بها تجافي، ما بها حركة، هي عين الحقيقة. الحركة حجينا العزيز للأشياء المادية الحسية، إحنا نتكلم عن عالم وجودي أوسع من العالم المادي الحسي. هذول الماديين بناهم أنه العالم اللي تشوف عيونهم، هذا أضعف العوالم، هذا أنزل العوالم. وأنا أغتنم هذه الفرصة سماحة الشيخ، نعم، وإن كنت أنت تقول دائما لي أنك تخرجنا عن أصل الموضوع، ولكن لا بأس، هذه فاكهة للحديث. الملاحظ سماحة الشيخ في وقتنا الحاضر يعني كثرة انشداد الشباب إلى ما يطرحه العلمانيين والماديين من طروحات، وفي الحقيقة ما يؤسف له أنهم قد استطاعوا غزو عقول شبابنا في الجامعات وفي بعض الأماكن الحساسة الحيوية في المجتمع، دوائر الدولة أو غيرها. نحتاج منك أن حديثا ولو بنحو مجمل، ما الكلمة التي توجهون؟ أنتم تتحدثون عن عوالم أخرى غير هذه العوالم، عوالم شيقة وممتعة ومهمة بالنسبة للإنسان، ولا بد له من الاطلاع عليها والمعرفة عنها. ما حديثكم حول هذا؟ يعني بشكل مقتضب جدا حتى لا نخرج به عن وحدة الموضوع، يعني هؤلاء الماديون توهموا أن العالم هو فقط ما رأته أعينهم أو ما أحسوا به بحواسهم من خلال حواسهم، وكأن الحقيقة، والعجيب أنهم يدركون الحقائق بعقولهم لا بحواسهم. كثير من الحقائق يقرروها وتصبح وجدانيات وتصبح ضروريات، إذا سألته قلت له هل لها وجود حسي؟ يقول لا. ليش تؤمن بي أيها المادي هذا الوجود؟ فهو ينكر وجدانه. واقعا هذا الشيء مؤسف ومؤلم، وبعضهم قد يكون غير ملتفت، لكن بعضهم لا، يصل إلى مرحلة العناد والجحود بحيث يؤسس له دينا قائما على المعاندة والجحود للحقائق. ونفس هؤلاء لا يوجد فيهم على الإطلاق شخص إلا ولديه حقيقة هي ليست مادية ومحسوسة، يعني بعبارة أخرى لا تجعل في ميزان حسي كم كيلو كم غرام، صحيح، ولا تكون في مكان بحيث تقع عليها العين، أمور مجرد عن المادة. حقائق، يقول لك نعم حقائق. إذن ليش أيها المادي، طبعا لا نقول علماني، هذه مسألة في العالم السياسي يعني، نعم بعضهم يعني بعض العلمانيين يأخذون منحا ماديا في المسائل الأيديولوجية، في المسائل الاعتقادية، نعم هذا يكون مشمولا. فهنا بنوا على أن العالم كله عالم على مقدار ما تحسه العين وتحسه الأدوات الحسية الأخرى. العالم أوسع وأعظم وأجل وأكبر وأشرف وأتم من هذا العالم. هذا العالم هو قشر من قشور، ها حجينا، من قشور العوالم الأخرى التي الآن نحن محور حديثنا، نتحدث عن جزئية من العوالم الأخرى اسمها الكتاب المبين. هذا العالم المادي، هذا العالم الحسي، في عالم الدنيا نزل الكتاب بغير مجافات،
تجلى الكتاب المبين بغير مجافات فكان قرآنا. إذن الدعوات التي تدعو إلى التشكيك في القرآن وأن هذه الآيات تزويق للألفاظ من أجل أن يعني في بعض الأحيان حجينا ليش هم يقولون هكذا ألفاظ وغير يعني حاسبوننا بعالم الألفاظ. هو عالم الألفاظ يعني عالم يخنق يخنق الحقائق. حجينا العزيز الحقائق أعلى مظاهرها تكون بكتابة. أنا وياك نتحدث الآن المحور هو اللفظ لو الفكرة المستمع الكريم يفهم الفكرة ولا يريد اللفظ. اللفظ ما هو دوره؟ آلة لإيصال الفكرة والحقيقة إلى ذهنه الكريم. نفس هؤلاء نفس علماء الإلحاد وعلماء المادة وعلماء كلهم حينما يعني يلجؤون إلى الأدوات المختبرية للوصول للحقيقة حينما يؤلف كتابا نقول له أنت عندك علم كذا اجعله كتابا اكتبه هذا قشر للحقيقة. الحقيقة هي نفس الكتاب المكتوب للعالم الفلاني. فكذلك القرآن هو مظهر للكتاب المبين. سماحة الشيخ في الحقيقة إن شاء الله نحن حديثنا مستمر عن هذه المفاهيم العالية جدا ولكن داهمنا وقت البرنامج. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نوجه لك غاية شكرنا وتقديرنا آمرين أن نلقاك إن شاء الله سماحة الشيخ في حلقة. نسألكم الدعاء وجميع الأخوة المشاهدين. الشكر لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن إصغائكم واستماعكم. آمرين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج الإمامة وليلة القدر. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.